السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو تصحيح نموذج فرض محروس. دونك غادي نشوفو الفرض الأول الدورة الثانية. غادي نبداو مع الجزء الأول لا ريستيتيسيون دي كونيسونس. بروميير كيستيون كوشي باغ إكس لا بون غيبونس. دونك أ لي سونتر نيرفو سون لي نير لي زورغان دو سونس لو سيرفو إي لا مويل إيبينيا. Donc, il faut que l'imérakiz l'asabia, le centre nerveux, huma, le cerveau et la moelle épinière, obtali, hada wa jawab sahih. B, la fibre musculaire renferme un seul noyau, deux noyaux, plusieurs noyaux. Donc, la fibre musculaire est une cellule constituée de plusieurs noyaux. Donc, la troisième est la bonne réponse. 2, répondez par vrai ou faux aux propositions suivantes. Donc, hada jawab sahih ou la khata al-iqtirahat talia. L'élasticité du muscle squelettique est illimitée. Le morona qui est le monadial al-adala qui est le mâchfnaf d'ers mehdouda illimité yani annaha mehdouda ou tali hna galna illimité yani ghayr mehdouda ou tali had l'jawab fawa khata. Le nerf rachidien est un nerf mixte. La العصب هنا كيتكلمونا على لو نير راشيديان العصب السيسائي. قالك واش ان نير ميكست يعني مختلط، ففيه كيف ما شفنا دي نير او بيان دي فيبر نيرفوز سنسيتيف اي موتريس. دونك الي ميكست تالي جواب صحيح. لو مسكل تريسيبس اي سيتوي على فاس انتيريور دو برا. دونك كنتكلموا على لو تريسيبس، دونك هو جا في لا فاس بوستيريور دو برا ماشي انتيريور، يعني جا في الخلف ماشي في الامام ديال اليد، وبالتالي فهاد الاقتراح خطا. دونك سي فو. لو ريسيبتور سنسوريال سو تروف دون لا بو. المستقبلات هنا الحسيه علاش كيتكلموا لنا؟ قال لك سو تروف دون لا بو واش كتوجد على مستوى الجلد. دونك لا بو ان اورغان دو سونس عضو حسي، وبالتالي ففيه مستقبلات. اذا هذا الجواب فهو هو هذا الاقتراح فهو صحيح. ثالثيام كيستيون، لو دوكيمون 1 ريبريزونت ان موفمون دو فليكسيون du bras chez l'homme. إذن هنايا حركة اللي هي ديال التاني ديال اليد عند الإنسان. A donner le nom correspondant à chaque numéro. Donc numéro 1 au numéro 2 كيفما كتشوفو كيمثل لنا دي مسكل عضلات. A donc عندو دو تندون سي لو بيسبس. O2 عندو 3 تندون 1 2 3 donc سي لو تريسبس. B quel est l'état du muscle 1 et 2 pendant ce mouvement. Et dan, if can show for naya le muscle 1 mentafakh, et dan, il est en état de contraction. Ou b'nisba le 2, donc fa wa fi hala diel inistirkha, donc relâchement. C, cité de danger menaçant le système musculaire. Et ni gana haddad khatarin li kihdedo salamat le jihaz al-adali. Kainin bzaf diel les dangers. من ضمنهم نذكروا التمزق العضلي دي شيغيغ مسكولير، ونذكروا كذلك يعني التمزق ديال الاوتار لا دي شيغيغ ولا لي ريبتور دي طوندون. التمزق الاوتار كاين كذلك لو كلاكاج اي لي كرومب التشنجات العضليه. اون باس ا لا دوزيام بارتي دونك ريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون ايكريت اي غرافيك. اكزرسيس 1 Dans le cadre d'études propriétés de muscles squelettiques, on isole un muscle puis on stimule avec une électrode. Le résultat de l'expérience a été représenté dans le document 1. Donc, dans l'état de l'étude de la spécificité de la muscle, on a isolé la muscle, puis on a électrode, c'est-à-dire courant électrique. Nous voyons ce qu'il y a dans le document 1. Donc, c'est le document 1. On a 1, 2. Donc, 1, muscle sans aucune stimulation. Il y a l'adala qabl, mais l'IHJ. On a une règle ici. On a une stara. Donc, ce qui est le temps de faire l'adala. Donc, c'est le temps de faire la stimulation, qabl, mais l'IHJ, ou TIJ. Ou 2, muscle après stimulation. Il y a l'adala, b'ada, TIJ.
كيصبح الطول ديالها كيف ما كتشوفوا هنايا. كذلك كنشوفوا بان ليبيسور ديالها هنايا مختلف على ليبيسور ديالها افون لا ستيميلاسيون. دونك هنا عندنا اوغمونطاسيون ديبيسور دي ميسكل. نشوفوا لي كيستيون. 1 انديكي لو تيب دو لا ستيميلاسيون يوتيليزي دون سيت اكسبيريونس. النوع ديال الاهاجه اللي طبقناها في هاد التجربه. دونك اون ايتيليزي ان الكترود سيتادير ان كورون الكتريك. يعني سي تي ستيميلاسيون كي الكتريك. فوالا. 2 ديكريغ ان ميسكل كونتراكت. لو ميسكل لورسكيل سو كونتراكت يعني نوصفوه اش كيوقع ليه. كنلاحظوا بانه سو غونفل كينتفخ. وكنلاحظوا كذلك بان لا لونغور ديالو كتنقص. يعني هادو هما اشنو كيوقع ليه بعد ما كيتقلص. دونك لورسكو لو ميسكل سو كونتراكت اون كونستات كيليا ان غونفلمون دو ميسكل. دونك كينتفخ. و باش كنعرفوها لانديس المؤشر اللي هو اوغمونطاسيون دو ليبيسور اي ديمينيسيون دو سا لونغور كينقص الطول ديالو. 3 انديكي لي دو بروبريتي اوسي دي سيت اكسبيريونس. شنو هما الخاصيات اللي توصلنا ليهم من خلال هاد التجربه. لاحظنا بان لو ميسكل لو سكيل دونك لو سكيل يا اكسيتاسيون دو ميسكل او بيان ستيميلاسيون دو ميسكل il se contracte ici من خلال هاد التجربه هادي. يعني انه كيستجب لاش الاهاجه. وبالتالي هاد الخاصيه ديال الاستجابه كتسمى ليكسيتابيليتي. يعني عنده القدره انه يستجب الاهاجه. و كنلاحظوا كذلك انه سو كونتراكت اذا كيتميز بالخاصيه ديال لا كونتراكتيليتي القلوسيه. 4 دوني لو رول دو ميسكل دون لا موتريسيتي فولونتير. الدور ديال العضله في لا موتريسيتي فولونتير في التحركيه الاراديه. لو ميسكل اشنو هو الدور ديالو في التحركيه الاراديه؟ سي ان اورغان افيكتور عضو مستجيب. سي ان افيكتور موتور يعني مستجيب حركي. وبالتالي كيستجب لينا لاش للسياله العصبيه. لو ميساج نيرفو موتور هي اسي دو لير موتريس اللي جاي من الباحه الحركيه. وبالتالي كينفذ هذيك الحركه. دونك ليكزيكوت لو موفمون فولونتير. اذا اون فادير لو ميسكل روسوا لو ميساج نيرفو اسي دو لير موتريس اسي ار افيك او موتريس اترافير لو موتو نورون ايكزيكوت لو موفمون فولونتير. دونك اون باس ا ليكزيرسيس 2 pour déterminer les éléments impliqués dans la réalisation des mouvements et le trajet de l'influx nerveux, on réalise les expériences suivantes sur deux grenouilles. اذا باش نحددوا شنو هما العناصر اللي كيتدخلوا لنا في واحد النوع ديال التحركيه هنايا دي موفمون حركه تنشوفوا شنو الحركه يقصدوا لنا و لو تراجي ديال لانفلو نيرفو المسار السياله العصبيه. اذا غنجزوا التجارب اللي تموا على دي فضاعتين دو غرونوي. دونك غرونوي ا اللي سي تي غرونوي سبينال و غرونوي بي غرونوي سبينال اي اون دي تروي لا موي ايبيني. دونك اي لي سبينال اوسي مي زدنا خربنا ليها لا موي ايبيني ديال النخاع الشوكي. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هادي لا غرونوي ا وهادي غرونوي بي. دونك طبقنا على لي دو غرونوي ان يعني ستيميلاسيون افيك اون سوليسيون اسيد محلول حمضي. فلاحظنا هنايا بان هاد لا غرونوي كيف ما كتشوفوا دونك كتسحب هذاك الطرف الخلفي ديالها. اذا كدير ان ريفلكس سي ان ريفلكس ولا موفمون انفولونتير. وهنايا لا غونوي بي كتبقى يعني كما هي ما كديرش هذاك لو موفمون انفولونتير. كيستيون ان ديفينير اون غونوي سبينال. اشنو هي غونوي سبينال؟ دونك غونوي سبينال هي يعني لا غونوي اللي خربنا ليها le cerveau diala, dimar diala. Donc c'est une grenouille dont le cerveau a été détruit. Voilà. 2. Que représente l'acide dans cette expérience? Ashno kimtlina l'acide. Avec la solution acide. Dan huwa bash hijna. Idan kimtl mohij. Mohij en français huwa le stimulus. 3. Que représente ce genre de réaction nerveuse? C'est chez la grenouille A. And la grenouille A. كنا سحبات هاد الطرف كيف ما كتشوفوها كيف كان في الحال في البدايه. وبعد ليكسيتاسيون ديالو ها كيف ولا اذا دارت ان ريفلكس ولا موفمون لي هو ان فولونتير. اذا هاد لو جونغ اش كيتسمى كيسابيل لو ريفلكس سي ان موفمون ان فولونتير.
4A, comment expliquer l'absence de réaction de la grenouille B? La grenouille B, elle a choisi le mouvement involontaire. لأننا كنعرفوا لو ريفلكس المركز العصبي اللي مسؤول عليه لو سونتر نيرفو ريسبونسابل دو ريفلكس سي لامويل ايبينيير ولا غونوي عند لا غونوي بي اون ادي تخوي دونك لامويل ايبينيير وبالتالي ما يمكنش تقوم ب لو ريفلكس اون فا دير دونك ك لامويل ايبينيير ريبريزونت لو سونتر نيرفو ريسبونسابل دو ريفلكس ا ايتي ديتروي chez la grenouille B, ce qui explique donc l'absence de cette réaction chez cette grenouille. Le centre nerveux l'imsoul responsable de cette réaction ou bien de cette activité nerveuse, btali ma ghadich tkoun عندك هذيك l'activité nerveuse, هذاك النشاط العصبي اللي هو هنايا la motricité involontaire, là ce qu'on appelle les réflexes. 4B, compléter le schéma fonctionnel du trajet du message nerveux au cours de la réaction nerveuse par les termes suivants. Donc, nous allons faire le trajet du message nerveux. Et donc, nous allons faire le massage de la suyala à la asabia à la réaction nerveuse, nous allons faire la asabia, le réflexe. Passons. Et donc, nous allons faire l'excitation, la stimulation par la solution acide. Et dans le cas de stimuler de la solution acide, de stimuler une tabette de l'hal, la créature de l'éterme, elle n'a pas un récepteur sensitif, c'est le premier récit, ou l'autre. Mais quand on parle de la stimulation, on sait qu'il y a un cas de l'influx nerveux sensitif sur la asabie récit. Je ne sais pas, on dit un conducteur ou les conducteurs sensitifs, les fibres nerveuses sensitives, les asabie récit. فين كنقولوها لو سونتر نيرف لي هو سونتر نيرف ميدولير لي هو لامويل ايبينيير تما فين كات سو ترانسفورم اون انفلو نيرف موتور دونك شكون غادي نقولها غنقولو هنا لي كونديكتور موتور فوالا ثم اخيرا فين غيوصلوها غيوصلو ان لي زيفيكتور موتور المستجيبات الحركيه اللي هما لي ميسكل اللي غينفذو لنا هذيك الحركه. إذن الى هنا ينتهي هذا الفيديو، اشكركم على انتباهكم والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.